اهلا بحضراتكم. شريف دسوقي فنان وكوميديان استثنائي في اسلوبه وادائه، رسم البسمه على شفاه الملايين بشخصيه سبعبع، واحزننا كلنا بقصه بتر ساقه. ايه حكايه الفنان شريف دسوقي اللي تصدر الترند وكان حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره؟ الفنان شريف دسوقي هو من مواليد محافظه الاسكندريه عام 1967، بيبلغ من العمر 55 عام. بدأ عشقه للفن أثناء ذهابه للمسرح مع والده اللي كان بيشتغل وقتها مدير لفرقة إسماعيل ياسين للمسرح. بعد حصوله على دبلوم فني صناعي وهو مؤهل متوسط، بدأ في البحث عن فرصة علشان يقدم أو يظهر موهبته الفنية. شارك في ورش حكي كتير، وشارك أيضاً في بعض المسرحيات التابعة لقصور الثقافة، كمان أخرج بعض المسرحيات منها مسرحية ليس إلا مع فرقة براح. مع توقف المسرح في فترة الثمانينات اشتغل فيه حرف كتير. تخيلوا معايا حضراتكم الفنان الجميل شريف دسوقي مر بمهن متعددة وكتير، زي ان هو اشتغل سباك وقهوجي وسمكري وجامع قمام، خضع للعلاج النفسي فترة طويلة بعد انفصاله عن زوجته. سنة 2003 قدم مع المخرجة أسماء البكري بعض المشاهد في فيلم العنف والسخرية، وشارك بعدها في أفلام قصيرة زي فيلم الحاوي وفيلم حار جاف صيفا. بعد فيلم الحاوي تم اختياره في دور مصطفى في فيلم ليل خارجي، ونال عن الدور ده جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018. الجائزة دي بالتحديد كانت سبب في ترشيحه في مسلسل لمس أكتاف للنجم ياسر جلال. بعدها تألق في ثلاث مسلسلات آخرين، وهي مسلسل ميت وش، واللي استطاع شريف دسوقي من خلاله أنه يتربع في قلوب الملايين من جمهوره في مصر والوطن العربي، وده من خلال تقديمه لشخصية سبعبع. سبعبع شخصية أضحكت الملايين من قلبنا، لدرجة ان كان في بعض المشاهد لو حضراتكم تفتكروا معايا بيظهر فيها سبعبع ساكت مش بيتكلم، مجرد ما بنشوف سبعبع كانت الضحكة ما بتفرقش وشنا. تألق ايضا الفنان شريف دسوقي في مسلسلات ما وراء الطبيعة ومملكة ابليس 2، وكانت اخر مشاركاته في الدراما التلفزيونية من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل نجيب زاهي زركش اللي عرض في رمضان السابق، وهو من بطولة الفنان يحيى الفخراني وأنوشكا وإخراج شادي الفخراني وإنتاج شركة سينرجي. مؤخرا زي ما شفنا وتابعنا كلنا تدهورت الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي، أصيب بمرض القدم السكري وخضع لعملية جراحية تم فيها بتر ساقه للأسف. طبعا كان في اهتمام بالغ بالحاله الصحيه للفنان شريف الدسوقي. الرئيس عبد الفتاح السيسي فور علمه بحاله الفنان شريف دسوقي، اصدر توجيهات فوريه بعلاجه على نفقه الدوله، وبيتابع سياده الرئيس حالته بشكل دوري، ووجه بتقديم الرعايه الصحيه اللازمه ليه. بالفعل تم نقل الفنان شريف الدسوقي لتلقي العلاج من الإسكندرية للقاهرة، وهو حاليا في مستشفى دار الشفاء بالقاهرة. بدورها توجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بالشكر للرئيس السيسي على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقي، وقالت في بيان صادر عنها تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة الرئيس ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته لرعاية الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية، وإن الرئيس أصدر تعليمات بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي، وده تقديرا لدوره الفني، وهو الأمر اللي بيعكس طبعا اهتمام ورعاية سيادة الرئيس لجموع الشعب المصري. بنتمنى الشفاء العاجل للفنان الجميل شريف دسوقي اللي أسعد الملايين بخفة دمه وبروحه وطلته الجميلة.
خلصت تغطيتنا، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.